بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، نستكمل في هذه المحاضرة ما بدأناه في المحاضرات السابقة من تناول موضوع تصنيف الفطريات، إذ نتناول صنف جديد من هذه الأصناف وهي الفطريات الفازيدية، والتي تعد فازيديومايسيدز تعد من أرقى أنواع أو المجاميع الفطرية. تضم هذه المجموعة من الفطريات مجاميع متباينة تختلف في أشكالها وأحجامها، ويتراوح عددها عموما ما بين 15 ألف إلى 20 ألف نوع، تعود في تصنيفها إلى ما يقرب ال 550 جنس، في أغلبها فطريات كبيرة الحجم. على العموم هذه الفطريات هي من الفطريات المتطورة، لذلك نجد أن أجسامها تكون مقسمة لحواجز عرضية. تحتوي هذه الحواجز العرضية على نوع خاص من الثقوب، هذه الثقوب لا تسمح حتى للأنوية بالتحرك من خلية إلى أخرى، وسنتناول أشكال هذه الثقوب، أو بالأحرى تناولناها ضمن أنواع السبتام والحواجز التي ممكن أن نشاهدها في الفطريات وتسمى بالدولي بورز. على العموم هذه الفطريات يا أما تعيش بصورة متطفلة أو مترممة، وقد نشاهدها أيضا بصورة متكافلة مع فطريات أخرى. هذه الفطريات تكون أجسام ثمرية فروتينج بوديز، عادة تتكون في الربيع والخريف في الحقول، في الغابات، في المناطق التي تتواجد بها. على العموم قد تعرف هذه المجاميع الفروتينج بوديز الأجسام الثمرية بأسماء خاصة وشائعة مثل عيش الغراب. طبعا هاي بعد أن تتم عملية الإثمار الفروتيفيكيشن، وتحت ظروف معينة خاصة الرطوبة ودرجات الحرارة. إضافة إلى الفطريات الكبيرة المكونة لهذه الأثمار، هناك طائفة تضم مجموعتين من الفطريات اللي تسببنا أمراض كثيرة وخطيرة بالنسبة للنباتات، وبالأخص هذه الأمراض تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للإنسان. تعرف هذه المجموعتين بمجاميع الفطريات المجهرية، اللي تضم مجاميع من الفطريات المجهرية اللي تضم فطريات الأصداء غصت فنجاي وفطريات التفحم السمط فنجاي. لو نجي إلى الأهمية الاقتصادية العامة لهذه المجموعتين من الفطريات، فإن كل من أوراض الأصداء والتفحم تصيب محاصيل زراعية مهمة جدا للإنسان في الحنطة والشعير وغيرها. إضافة إلى ذلك تحلل الأخشاب واللي قد يسبب خسائر فادحة، كما أنها تسبب أمراض الأشجار الغابية وأشجار الظل وغيرها من الأشجار التي ممكن يستفيد الإنسان من أخشابها وما شابه. فضلا عن ذلك فإن مجاميع من هذه الفطريات مثل عيش الغراب تعتبر ذات أهمية اقتصادية وتجارية، إضافة إلى كل ما ذكر فإن لهذه المجاميع من الفطريات أهمية اقتصادية للأخشاب المتحللة، ولأهمية هذه الفطريات من الناحية التكافلية والغذائية. على العموم لو نجري نوع من المقارنة ما بين أرقى نوعين من الفطريات أو أرقى صنفين من الفطريات، الفطريات الفازيدية والفطريات الكيسية، ممكن أنه ندرجها ضمن هذا الجدول المبسط، حيث أنه أوجه المقارنة ما بينهم في أن الطور المزدوج في طائفة الفطريات البازيدية يكون فيها طور مزدوج الأنوية دايكاريوتيك فيز، يظهر لفترة طويلة في دورة الحياة، على عكس ما شفناه في مجموعة الأسكومايسيتس اللي هي أنه يكون فيها طور مزدوج الأنوية ويظهر لفترة قصيرة ثم يختفي. أيضا تمتاز هذه المجموعة من الفطريات بتكوينها ما يسمى الحوافظ البازيدية أو الخلايا القاعدية اللي تتكون فوقها الجراثيم الفازيدية الفازيديوسبورز، في حين شاهدنا أنه في
مجموعة الفطريات الكيسية الأسكوميسيس تتكون السبورات داخل تراكيب خاصة داخليا داخل تراكيب خاصة تعرف بالزق أو الكيس الساي، واللي تتكون في داخلها الجراثيم الزقية أو الجراثيم الكيسية اللي هي الأسكوسبورز. ما يميز هذه المجموعة مثل ما ذكرنا أو متعلقة في الفقرة السابقة أنه الجراثيم الفازيدية تتكون خارجيا على سطح الفازيديوم يعني exogenously، في حين الجراثيم الزقية أو الكيسية تتكون داخل تراكيب خاصة ذكرنا أنه هي تسمى بالأكياس الساي، ولذلك هي داخلية التكوين endogenously أي داخل كيس. عدد الجراثيم في أو السبورات الفازيدية في هذه المجموعة هي محددة وهي غالبا 4 ونادرا ما تكون 2، في حين في مجموعة الفطريات الكيسية الجراثيم الجنسية اللي هي الجراثيم الكيسية والسبورات الكيسية يتراوح عددها ما بين 4 إلى 16 جرثومة أو أكثر، وسبق أن قلنا أنه هذه المجموعة من السبورات تتضاعف تأخذ مضاعفات العدد 2 4 16 2 30 وهكذا، ولكن عادة ما نجد 8 سبورات في كل كيس. معظم أفراد الفطريات الفازيدية يكون تراكيب يطلق عليها ثمار فازيدية فازيديو كاربس، في حين معظم الفطريات الزقية تكون تراكيب فطرية خاصة تناولناها في محاضراتنا السابقة، غالبا تحوي في داخلها هذه الأكياس تراكيب الكيسية وفي داخلها السبورات تطلق عليها بالثمار الكيسية أو الأسكوسبورز. أحيانا يطلق في بعض الترجمات تلاحظون يطلقون عليها أكياس، وأحيانا يطلق عليها زق، والزق هي شبيه بالكيس الذي كان يحمل فيه المشروب الماء وهكذا. يحتوي الغزل الفطري في الفطريات الفازيدية الغزل الفطري الثانوي في معظم أفراد هذه المجموعة على اتحادات خلوية خاصة مميزة تعرف بالاتصالات الكلابية كلام كونكشن، وخاصة عند منطقة الحواجز العرضية. وبالمناسبة إشارة بسيطة أنه ليس جميع الأنواع التابعة لهذه الفطريات الفازيدية تحوي هذا التراكيب من الكلامب كونكشن أو بالاتصالات الكلابية، وإنما هناك مجاميع أو معظم أفراد هذه المجموعة تحوي، وهناك مجموعة أو نوع من أنواع الفطريات لا تحوي هذه التراكيب الكلابية، في حين مثل هذه الروابط الكلابية تكون غائبة ولكن يوجد بديل عنها في الفطريات الكيسية تراكيب خاصة على الخيوط المخصبة تعرف بالكروزير أو يعرف بالخطاف الهوك، والذي سبق أن تناولناه في محاضراتنا السابقة. أعضاء التكاثر الجنسية غير مميزة على الإطلاق في دورة حياة هذه الفطريات، وهي تعتبر من مميزات الرقي ضمن هذه المجموعة من الفطريات، في حين أعضاء التكاثر الجنسي في الفطريات الكيسية متميزة بشكل جيد وخصوصا في الأنواع البدائية منها، وتختفي في الطرز الأكثر تنوعا. طيب، الخيوط الفطرية إذا نأخذ في دورة حياة مبسطة لهذه المجموعة من الفطريات اللي هي الفطريات الفازيدية، عملية تكوين الأثمار الفروتينج بوديز عادة تتم بالتحام سلالتين مختلفتين اللي هما نرمز لهم بوزيتيف ونيجاتيف، وذلك لعدم تميز هذه المجموعة من الفطريات لعدم تميز التراكيب التكاثرية الموجودة فيها إلى تراكيب تكاثرية أنثوية، وذكر ذلك نرمز لها بهذه الرموز بلس ماينس.
ولذلك هذه المجموعة من الفطريات التكاثر فيها يسمى بالهيتيروثاليك ريبرودكشن، أي عن طريق التكاثر الجنسي. على العموم الخيوط الفطرية اللي تتكون في المنطقة الخصيبة الهايمينام اللي موجودة في الكب في القبعة، أو ما يطلق عليها أحيانا بالبازيديو كارف، حيث تكون خيوط تحتوي على نواتين نرمز لها N زائد N، غالبا تكون نواتين. هذه المجاميع من الفطريات تمتاز بأن خيوطها كلها ثنائية النواة، الخلايا فيها ثنائية النواة، ولذلك تتكون عندي هذه التركيبة اللي هي تركيبة الخلوية اللي هي تحوي على نواتين غير متحدتين، وبالتالي تسمى دايكاريوتيك مايسيليوم، ثنائية النواة، حيث تتم فيها عملية الاقتران الكاريوغامي، الاقتران النووي. وغالبا هذا الاقتران النووي يحدث في الخيوط الموجودة بداخل البازيديو كاب، ويتم بالتالي تكوين الغزل الفطري المايسيليوم اللي يحتوي على خلايا بها خلايا ثنائية النواة 2N، وهذه هي ما تسمى باليونغ بازيديوم، يونغ بازيديوم. يعقبها بعد ذلك تتم عملية الانقسام الميوزي الأول الفيرست مايتوتيك ديفيجن، لتنتج عنها خلية حاوية على نواتين. طبعا الغاية من هذه العملية، قد يتساءل الطالب، هنا كانت نواتين ومن ثم أيضا انتجت لي خلية بها نواتين، هنا الجواب أنه نقول هنا صار عملية ريكومبينيشن، عملية الخلط اللي موجود للصفات الوراثية والكروسينج أوفر وما يتبعها من عمليات وراثية من تبادل للصفات الوراثية، ومن ثم نتجت عندنا نواتين تختلف في تركيبها عن النواتين الأمية اللي ظهرت هنا. هذه المجموعة، شوف هذه الخلية، شوف يعقبها انقسام ميوزي ثاني، فتصير عندي أربع أنوية موجودة في هذه البازيديوم اللي سميناها يونغ بازيديوم. ثم تبدأ الخلية اللي يتم داخلها انقسامات بالانتفاخ وتتحول إلى بازيديوم أو بازيدا نسميها بازيديوم، هذه الانتفاخات اللي موجودة على أسطحها. ثم تبدأ في أطرافها النتوءات اللي نسميها السترجما، هذه النتوءات اللي نسميها سترجما. ثم تهاجر هذه الأنوية الأربعة كلهم تهاجر إلى واحدة من هذه النتوءات اللي تكونت عندنا والسترجمات اللي تكونت عندنا، ويتكون عندي ما يسمى بالبازيديو سبور، بازيديو سبور. ثم بعد ذلك عندنا نضج هذه الجراثيم البازيدية، تتكون عند قاعدتها قطرة صغيرة من الماء، هذه الحقيقة يتزايد حجمها، وبالتدريج هذه القطرة إلى أن يصل إلى خمس حجم الجرثومة والسبور تقريبا. بعد ذلك تنطلق كل جرثومة بازيدية بعنف من الذنيبة من السترجماتا، ومن ثم تحمل معها قطرة الماء وتنتقل بواسطة الهواء إلى مسافات بعيدة لتسقط، ومن ثم على الأوساط المناسبة لعملية النمو والإنبات، ومن ثم تنمو لتعطي غزل فطري جديد خلاياه أحادية النواة، هذا اللي هو نسميه البرايمري مايسيديوم والمايسيديا الأولية اللي تكون أحادية النواة الناتجة عن سبورات بازيدية أحادية النواة. وبعد ذلك راح تكون عندي البلازموغايمي، هنا يبدأ عملية اللي يميز هذه المجموعة من الفطريات هي عملية الاقتران ما بين الخيوط الفطرية لتكون خيوط فطرية تحوي نواتين. لذلك هذه المجاميع من الفطريات دائما تكون الخلايا فيها حاوية على نواتين، كل وحدة جاية من سلالة معينة من الفطريات وحسب نوع السبور.
فأما يكون سلالة موجبة أو سالبة، وكذلك بحسب نوع السبور مثل ما ذكرنا. هذا الشكل المبسط لدورة حياة الفطريات البازيلية بصورة عامة. ثم بعد ذلك راح تكون عندي سكندري مايسيليوم اللي يبدأ بتكوين اليونج بازيليا أو البازيدة الأولية أو الجسم الثمري الأولي البطم، و التراكيب الأخرى اللي هي البايلوس، وتكوين البازيديو كارب بشكل كامل اللي يبدأ بعد أن يتكون بالنوع الثالث من أنواع الخيوط الفطرية اللي هو التيرشري مايسيليوم اللي يناط به عمليات التكاثر. إذن صار عندنا ثلاث أنواع من الخيوط الفطرية في الفطريات البازيدية: البرايمري مايسيليوم اللي هو ناتج المايسيليا الأولية الناتجة من انبات السبور الفازيدي اللي بعدها يعقبها عملية بلازموغامي وانتقال الأنوية ترافقها في الخلايا لتنتج لي مايسيليوم جديدة تحوي خلاياها على أنوية كل نواة آتية من سلالة بوزيتيف ونيجاتيف لتكون ما يسمى بالسكندري مايسيليوم. وهذا السكندري مايسيليوم هو اللي راح يكون للجسم الثمري، أي أن بناء الجسم الثمري بالأساس يتكون من السكندري مايسيليوم. بعد ذلك تبدي عملية تكوين هذه التراكيب التكاثرية الفازيديات، وهذه مناطة هذه العملية بنوع ثالث من المايسيليا اللي هو سميناه تيرشري مايسيليوم اللي راح تحدث في عملية تكوين الفازيديات وعملية الاندماج النووي واستكمال مرحلة التكاثر من جديد مرة أخرى. هذه قلنا دورة حياة مبسطة لهذه المجاميع الفطرية أو لأحد الفطريات البازيديو مايسيس. عموما إذا التقى خيطين أحادي النواة من سلالتين مختلفتين تحدث هنا ما يسمى بالاقتران البلازمي، وتعاد العملية مرة ثانية في إحداث التكاثر. على العموم تقسم الفطريات البازيدية إلى طويفات اعتمادا على ما يأتي من صفات. أولا شكل وتركيب الحوامل البازيدية، هل هي مقسمة أم غير مقسمة؟ عدد الجراثيم البازيدية، هل هي محدودة أو غير محدودة؟ أيضا إضافة إلى ما تقدم طريقة إنبات الجراثيم فازيدية، ولذلك قسمت إلى ثلاث تحت أصناف أو نسميها طويفات في بعض الترجمات، أو تحت صنف أو ما يسمى بالصف، تحت صف أو تحت صنف سب كلاس، وهي الفازيديو مايكوتا. هذا خطأ في السبيلنج الكتابة. الفازيديو مايسيت سب كلاس هيمينو مايسيتيدي، والسب كلاس الثاني الجاسترو مايسيتيدي، والتيليو مايسيتيدي هو سب كلاس ثالث. سوف نقوم بعملية تصحيح هذه الأخطاء في ضمن المحاضرة المعطاة لكم. السب كلاس الأول اللي هي الفطريات الهيمينو مايسيتيدي، هذه المجموعة من الفطريات تعد من أكبر مجاميع الفطريات الفازيدية، حيث تضم أكثر الأنواع المألوفة التي نشاهدها عادة في أوقات الربيع والخريف اللي تنمو على سطح الأرض، في الغابات، في الحقول، في المناطق التي تحوي هيوماس، تحوي مادة عضوية متفسخة نباتية وغيرها، وتظهر في على شكل فرفت فركتيفيكيشن اللي هي عملية إثمار فوق سطح الأرض، ومنها قلنا ما يسمى بالمشروم. طبعا المشروم منه ما يؤكل ومنه ما يكون سام وإلى آخره من هذه التفاصيل اللي تخص عملية تصنيف هذه الفطريات إلى سامة أو مأكولة. يصل عدد أنواع هذه المجاميع من الفطريات، لاحظ الصورة المجاورة هي مسمى بال فيري رينجز، هي مجاميع اللي تظهر فوق سطح التربة الأجسام الثمرية اللي تكونها هذه بشكل حلقات تعرف بـ
حلقات الجن نسميها، وبالحلقات السحرية الفيري رينجز. ضم هذه المجموعة بعض الفطريات اللي تنتج ما يسمى قلنا بالحلقات السحرية أو حلقات الجن. إذا أن عملية انتشار ثمار هذه الفطريات في الغابات يتم بشكل دائري، وعلى العموم يكون منتظم إلى حد ما، إذ يبلغ أحيانا قطر هذه الدائرة التي تتكون إلى ما يقارب 30 متر من النقطة التي ينطلق منها النمو. هذا النمو عموما يعطي فد منظر غريب، وهو ما دفع الناس أحيانا أو الناس قديما إلى الاعتقاد بأنها نتاج حلقات أو نتاج السحر، ولذلك سماه بالحلقات السحرية. وإذا ما تم زراعة مثل هذه الفطور أو الفطر في أطباق فطري، فإنه ينمو أيضا بصورة دائرية حول المحور، أي بصورة دوائر متحدة المركز. جميع هذه الفطريات تنتج حواملها الفازيدية على طبقة خصيبة غالبا منتظمة، وتشترك جميعها في صفة محددة، هي أن الطبقات الخصيبة تكون متكشفة تكشفا كاملا، أي متكونة بشكل جيد بشكل كامل على سطح الثمرة الكيسية أو الفازيدية عفوا، قبل نضج الجراثيم أو السبورات الفازيدية. تختلف أشكال الثمار الفازيدية في الحجم والشكل، فقد تكون جلدية، قد تكون لحمية، أو قسم منها يكون متصلب مثل ما هو موجود في الرفوف أو ما تسمى الشيلف فنجاي، الفطريات الرفية اللي تنمو على الأشجار، واللي تشترك فيها أفراد هذه المجموعة بأن الفازيديوم المثالي يكون صولجاني الشكل غير مقسم، ويحمل عادة 4 سبورات فازيدية. يعني كل هذه المجامع اللي نتكلم عنها، مجموعة الهايمينوماسيتيدي، كلها تشترك في صفة واحدة تقريبا، أنه الفازيديوم المثالي اللي موجود فيها يكون صولجاني الشكل، والسبورات تكون مقسمة عفوا الغير مقسمة الفازيديوم، وتحمل عادة في نهاياتها 4 جراثيم أو سبورات فازيدية. إذا نجي إلى أشكال وأحجام هذه الثمار الفازيدية المختلفة، وخصوصا في أفراد رتبة الهايمينوماسيتيدي، فيتكون النموذج التالي. لأنه هذه بعض النماذج اللي تمثل أشكال لهذا البايلوس أو القبعة اللي تتكون في الثمار الفازيدية اللي تكونها الهايمينوماسيتيدي، هي ليست للحفظ وإنما لمجرد الاطلاع عليها، أنه هناك أشكال عديدة جدا لهذه الثمار الفازيدية أو الأشكال اللي تكونها هذه الثمار أو الفطريات الفازيدية ضمنها مجموعة الهايمينوماسيتيدي، وليست مثل ما مرسوم في أذهاننا لشكل عيش الغراب وغيره. وهذا هو تركيب الثمرة النموذجية للثمار الفازيدية اللي متكونة من المايسيليا والستيب، وإضافة إلى البايلوس البيلوس أو الكاب أو فازيديو كارب، وهذه هي الطبقة الخصيبة اللي تحمل السبورات. على العموم ضم هذه المجموعة 6 رتب. هذه المجموعة تضم 6 رتب أوردرز تتميز عن بعضها البعض بالصفات التالية: أولا بطريقة تولد وتكوين السبورات،
البازيدية، وثانيا كيفية ترتيبها على حواملها البازيدية. أهم رتبتين تشاهد في هذه المجموعة هي أوردر الأفايلوفوراليس اللي هو مجموعة البوليفوراليس أو الفورياليس نسميها، ثلاث أسماء لها أيا تستخدم صحيح. والرتبة الثانية هي الأغاريكالس، تضم المجموعة الأولى اللي هي مجموعة الأفايلوفوراليس ما يقارب 2000 نوع. أغلب أنواعها تعيش بصورة مترممة وتلعب دور مهم جدا في الطبيعة بكونها فطريات محللة للأخشاب وبقايا النباتات، إلا أن بعضها يعيش متطفل على أشجار الغابات ونباتات الظل. منها أهم أفرادها هو أو العوائل اللي تابعة لهذا المجموعة والرتبة من الفطريات هي العائلة شيزوفيلية شايزوفايليسي، حيث أهم أفرادها هو الشايزوفايلام كومونوم وهو أوسع الفطريات انتشارا. طبعا من السهل زراعته مختبريا لأنه مترمم، وعموما يستعمل هذا الفطر بالذات في الدراسات العلمية الوراثية. الثمار البازيدية لهذا الفطر تكون رمادية اللون مروحية الشكل وغالبا صغيرة الحجم، قطرها يعني يتراوح ما بين 1 إلى 3 سنتيمتر، ولك أن تقدر صغر حجم هذه مجموعة من الأجسام الثمرية. على العموم وفطر مترمم يلتصق بشكل جانبي في جذوع الأشجار والفروع الميتة. العائلة الثانية فطريات العائلة الكونيوفيري، وغالبا هذه المجموعة اللي هي فاميلا الكونيوفيريسي ومن أهمها السيربيولا لاكرامسوم، اللي يسبب بشكل رئيسي تحلل الأخشاب، وهو أيضا يسبب تلف وتحلل الكثير من صناعات الخشب وصناعات الورقية وغيرها. طبعا من الصعب بل أحيانا من المستحيل التغلب على هذه الأنواع من الفطريات والقضاء عليها. ومن يعني من المعنى الدقيق إذا قلنا أنه العفن الجاف أو ما يسمى أحيانا تحلل الأخشاب وكلمة العفن الجاف ما تعطي إلى حد ما المعنى الدقيق لكون هذا الفطر هو مسؤول عن تحلل الأخشاب أو ما يوصف أحيانا بالعفن الجاف، إذ أنه لا يحدث أي نوع من التعفن دون وجود نسبة معينة من الرطوبة لا تقل عن 20%، وهذا شيء ثابت لكل الفطريات أنها تحتاج الرطوبة بشكل كامل لإحداث عملية التحلل. على العموم خيوط هذا الفطر تتخلل الأخشاب وتطلق خيوط تشبه الجذور الرايزومورف، غالبا هذه الرايزومورف تنمو فوق الأجسام اليابسة، كما أن لها القدرة على تكوين خيوط ذات سمك كبير يبلغ أحيانا سمكها ما بين 5 إلى 8 مليم. وهذه الخيوط أيضا لها القدرة على جذب الماء أو جلاب الماء من مسافات بعيدة. هذه الأجسام الثمرية لهذه الفطريات الفروتينج بوديز أيضا لها ألوان تشبه ألوان ما يسمى نبات القرفة في النباتات. العائلة الثالثة هي فطريات العائلة البوليوفورية أو البوليوفوريسيا أو عائلة المثقبة نسميها أو ذات الثقوب، وتسمى أفرادها أيضا قلنا بفطريات الثقوب البور فنجاي، بسبب أنه الطبقة الخصيبة تحمل داخل ثقوب بورز ولا تحمل على صفائح لاملة مثل ما موجود في عيش الغراب الكوبرايناس وغيرها. تكون عادة في هذه المجموعة من الفطريات تتكون ثمار بازيدية تتميز بأحجامها الكبيرة
بسبب أنه هذه الفطريات ليست كباقي الفطريات تنتهي لموسم واحد وتنتهي، وإنما تستمر بالنمو سنة بعد أخرى، ولذلك فهي حولية وأحيانا معمرة، وقد تكون رخوة وطرية في حداثتها، ولكن عندما تنضج تصبح صلبة جدا، شحمية أو جلدية وأحيانا خشبية أو في تركيبها. معظم فطريات هذه المجموعة هي فطريات متطفلة أو بالأحرى محللة للأشجار، للأخشاب، تهاجم الأخشاب أو الأشجار حية أو ميتة وتحللها أو تقلل من قيمتها، بذلك من قيمتها الاقتصادية. من أهم الأجناس التابعة لها هو لنزيتس، فومس، بوليبوراس والبوريا. مطلوب من عندكم حفظ على الأقل البوليبوراس، لأنه هو البوريا اللي تعتبر من أشهر الأجناس اللي موجودة في هذه المجموعة. من أشهر أنواع فطريات عائلة البوليبوراس وأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية قلنا البوليبوراس سلفوريوس، وهو يسبب تعفن الأشجار الصنوبرية ويعطيها لون أو لون ثمارة يكون بشكل لون أصفر يشبه الكبريت. هذا الصورة تبين لكم سبب تسمية هذه المجموعة من الفطريات بالبوليبوراس، نظرا لأنه إن الهيمينام أو الطبقة الخصيبة تحمل في داخل هذه إلى الداخل من هذه الثقوب. عندنا الرتبة الأخرى اللي هي رتبة الأغاريكالات نسميها، أو الأغاريكاليس، أو ما يطلق عليها أحيانا بالفطريات الخيشومية، اللي تنسب لها كل مجموعة فطريات المشروم أو عيش الغراب التي تؤكل أحيانا، وقد يكون البعض منها سام جدا، ويصعب بهذه الحالة على الناس الاعتيادين التمييز بين هذه الفطريات السامة والمأكولة، وإنما تحتاج إلى عين خبيرة وخبرة طويلة للتمييز فيما بين هذه الثمار السامة والإيدبول المأكولة. تضم هذه الرتبة حوالي 7000 نوع موزعة فيما يقارب 200 جنس، معظمها يعيش مترمم في التربة الغنية بالمواد العضوية على بقايا الأشجار الميتة، وكثير منها ما يدخل في علاقات تكافلية مشكلة مايكورايزا مع الأشجار. غالبا العلاقة المايكورايزا اللي هي علاقة الجذر فطر، وغالبا تكون ما بين الفطريات وما بين بعض أنواع النباتات وبالأخص الأشجار، حيث تتميز أفرادها بأن حاملها الجرثومي، السبوروفورز، الستيب صلب قوي مقارنة مع الفطريات الأخرى. يكثر وجودها في فصلي الربيع والخريف، وخاصة في المناطق المعتدلة الشمالية. تشتمل هذه المجموعة من الفطريات على 11 عائلة، يتقسم بالاعتماد على عدد من الصفات، منها لون شكل الثمار الفازيدية، بالأخص النقشة الخارجية اللي موجودة على سطح هذه الثمار، لون وشكل وطريقة تكوين الصفائح الخيشومية اللاملة. على العموم التركيب التشريحي لمختلف أجزاء الثمرة الفازيدية هو جانب مهم من الجوانب التصنيفية لهذه المجموعة من الفطريات. كذلك وجود أو عدم وجود القناع العام اللي هو نسميه الفريديام للثمرة الفازيدية، أشكال وأنواع وألوان السبورات اللي تحملها هذه الأجسام الثمرية. صورة جانبية أيضا تشوفون بها مجموعة عيش الغراب وطريقة حمل هذه الهيمينام على لتميز هذه المجموعة من الفطريات بأنها تحمل بها بشكل خيشوم، بشكل خياشيم، تحمل على صفائح جيلز. ومن ثم هناك صفة أخرى اللي هي النقشة اللي موجودة على سطح هذه الثمار
الفازيدية هي التي تحدد أحيانا التصنيف لهذه المجموعة من الفطريات. سنأخذ بشرح بسيط بعض العوامل أو العوائل المهمة لهذه الرتبة من الفطريات. للضوم عدد كبير من العوائل حقيقة قد تصل إلى 11 عائلة، من أهمها هي عائلة الأغاريكيسي وعائلة الكوبرينيسي والبوليتيسي والأمانيتيسي. هذه مجاميع من العوائل المهمة التي تعود إلى هذه الرتبة. نتناول بكل بساطة أو بشرح مختصر وبسيط العائلة أغاريكيسي، حيث تضم هذه العائلة جنس واحد فقط معروف عند عامة وأغلبية الناس، وهو جنس الأغاريكوس اللي هو الثمار البازيدية التي متعارف عليها واللي يحمل أغلبنا في ذهنيته أو في تخيله شكل الفطر. عندما نذكر الفطر دائما يتخيل هذا الشكل اللي مطبوع في مخيلتنا للفطريات، والشكل الجانبي يمثل التركيب لثمار البازيدية لهذه المجموعة من الفطريات اللي تتألف من الستبس والأنيوالز اللي هي الحلقة والبلم اللي هي التكوينات اللي تحمل عليها الثيلاس فايريوس عفوا القبعة، ومن ثم الجلز اللي تحمل عليها الطبقة الخصيبة اللي تحمل السبورات. البوليتيسي عفوا عائلة الأخرى اللي توجد في كل مكان تكثر فيه الأمطار، وهناك يعني حقيقة لهذه العائلة اللي كثير من أدها يكون علاقات تكافلية غالبا مع جذور الأشجار وخاصة الصنوبرية، منها ثمارها البازيدية قد تكون غضة رخوة تحلل بسرعة. أشهر أنواع التابعة لها وجنس البوليتوس لضم مجموعة وعدد كبير من أنواع اللحمية الصالحة للأكل، ولكن القليل منها قد يكون سام. بعض الأنواع الضخمة قد توجد في هذه المجموعة من الفطريات يبلغ وزنها 3 كيلوغرام في بعض الأحيان. أهم الأنواع التابعة لهذا الجنس نجده الفطر بوليتوس إيديوليس، وهو ذو قبعة حمراء وبنية أو بيضاء أو صفراء، وهو واسع الانتشار في الغابات، يبلغ قطره ما يقارب 5 إلى 25 سنتيمتر. الصورة المجاورة تبين الفطر بوليتوس إيديوليس، وهو من الفطريات الإيدبل المأكولة التي بالإمكان أكلها. ويعتبر هذا الفطر بالإضافة إلى البوليتوس إيريوس وريلايري عفوا من أكثر الفطريات العائلة البوليتوسي ارتفاعا وأفضلها في النكهة والطعم. في حين هناك الفطر البوليتوس ساتاناس اللي يشبههم كثيرا إلا أنه يعتبر سام خاصة إذا أكل طازجا. كل هذه الأنواع هي عبارة عن فطريات تكافلية في معيشتها. وهذا هو الفطر السام اللي بنتكلم عنه. المجموعة الفطريات الأمانيتيسي اللي هي عائلة تضم جنس واحد اللي هو الأمانيتا، تتميز أنواعها بجراثيمها وسبوراتها البيضاء وبوجود الفولفا أو الصمام اللي موجود أو الحلقة الأنيولاس، وإن كان في بعض الأنواع تختفي هذه الحلقة اللي
اشرتكم عليها هذه الحلقه اللي نتكلم عنها اني لاص نسميها والفالفا اللي قد تكون في بعض الانواع مخفيه او غير موجوده. من اشهر انواع التابعه لهذا الجنس هو الامانيتا موسكاريا ويسمى ايضا بعيش الغراب قاتل الذباب. طبعا عيش الغراب هذا اللي نتكلم عنه الامانيتا او ما يسمى احيانا بالديث انجل اللي هو بالترجمه نسميه الملك الموت لسميته لشده سميته ولامكانيه تسميمه للمتناولين. على العموم هذا النوع بالاخص المسكاريا اللي نتكلم عنه استخدم مسحوقه كمبيد للحشرات قديما ولذلك يعرف بالغراب او عيش الغراب عفوا القاتل للذباب. ويعتقد انه موجوده بماده سامه اللي هي ماده المسكارين. وفي ثمره واحده من السم ما يكفي من الماده السامه ما يكفي لقتل ما يقارب 12 شخص او اكثر. ونجد ايضا في هذه الفطريات مواد سامه اخرى منها الفالين اللي تتحلل بواسطه الطبخ ومادتي الفالويدين والامانيتين اللتين لا تتاثران مطلقا بالطبخ ويكفي كميه منها لتسميم الطعام المطبوخ بالكامل. السب كلاس الاخر اللي راح نتناوله اللي هو الجاسترو مايستيدي فطريات المعدية. غالبا فطريات هذه المجموعة ذات ثمرة بازيدية مغلقة بالكامل تنفتح بعد ان تنفصل السبورات البازيدية عن البازيدات. توجد غالبا هذه الطبقة الخصيبة داخل غلاف او في جراب ثمري اللي هو نسميه البريديوم وتنطلق منها الجراثيم عن طريق فتحة محددة موجودة غالبا في قمة هذه المجموعة او عن طريق تحلل الثمرة الكيسية البازيدية عفوا. وهذه الثمار البازيدية التي تتكون لا تنطلق بقوة كما يحدث في المجموعة السابقة اللي تطلق بها سبوراتها بعد ان تتكون بها قلنا قطرة من الماء وتطلقها بقوة. هنا تنطلق السبورات بصورة سلسة دون أن تقذف بصورة قوية. تضم هذه المجموعة حوالي 120 جنس وتقريبا ما يقارب 500 سبيشيز. في معظمها وجميعها تقريبا هي رمية سابروفايتس. ونجد ضمن هذه المجموعة فطريات مثل ما تعرف بالفالز ترافلز أي الترافل الكاذب أو مسمى بالكمأ الكاذب. كذلك نجد فيها من أشكالها أيضا المميزة ما يسمى بنجوم الأراضي اللي هي الأيرث ستارز وكذلك الكرات الناضجة أو النافخة البف بولز. وهذه البف بولز اللي نتكلم عنها تعتبر من أكثر الأنواع المعروفة لهذه المجموعة. كذلك هناك فطريات تمتاز بأشكالها الخاصة مثل عش الطيور أو العصفور البيردز نيست فانجاي وكذلك فطريات القرون المتعفنة الستينك هورنز فانجاي. هذه الأشكال اللي تكلمتكم عنها عن البف بولز وهي تصل إلى أحجام كبيرة أحيانا جدا تطلق بعد نضجها سبوراتها من قمتها. وهذه هي الستار الايرث ستارز وايضا شوف هذه فتحة الاوستيول تبدي بعملية اطلاق السبورات عن تساقط قطرات المطر او اي ضغط ميكانيكي يحدث عليها. اضافة قلنا الى وجود بعض الاشكال الخاصة اللي تعطي شكل يشبه عش الطيور او العصفور وهذه البريديولز اللي تشبيهها ببيوض العصفور ولذلك تسمى عشاش الطيور. تضم هذه المجموعة أيضا 9 رتب منها رتبة الفلات الفلص وتعرف هذه الفطريات بالقرون النتنة أو العفنة لما تعطيه من رائحة كريهة أو تطلقهم الرائحة
كريهة وعفنة، ولذلك تعرف بالستينج هورنز. هذه الرتبة تنقسم إلى ست عوائل، أهمها الفليسي، هي تضم عائلة الفليسي عددا من الأجناس المهمة اللي أهمها الفلس. اللايكوبرداليس من الرتب أيضا المهمة في هذه المجموعة من الفطريات، هي تشمل بعض الفطريات المعروفة مثل الفطريات النافخة البف بولز، وفطريات نجوم الارض بوف بول، نجوم الارض الجي ستار او الايرث ستار، وتسمى ايضا بالجي ستار، وهي فطريات على العموم غير ضاره وغير سامه لانها غالبا لا تؤكل ولا تسبب ايضا امراض للانسان ولا للنبات. من اهم العوائل في هذه الرتبه هي اللايكوبرديسي والجستريسي. اللايكوبرديسي اللي هي يعود لها اللايكوبيردون او البافبول، والجستريسي اللي يتمثل الجي ستار اللي هو الجنس العائد لهذه العائله اللي هو يمثل الايرث ستار. السب كلاس الاخير اللي هو تيليومايسيتيدي، واللي تعيش معظم افراد هذا تحت صنف على نقيض مما ذكرناه سابقا، تعيش كطفيليات نباتية متخصصة على أوراق وثمار وسيقان نباتات المحاصيل الزراعية الهامة مثل الحبوب، ويطلق عليها اسم الفطريات البازيدية اللي هي اللور بازيديو مايسيس. ليش؟ وذلك لأنها لا تنتج ثمار بازيدية على الإطلاق. لماذا سميت فطريات البازيدية هذه باللور بازيديوماسيس؟ لأنها لا تنتج ثمار بازيدية مثل تلك التي مرت علينا على الأطلاق. تشمل هذه المجموعة رتبتين، هما اليوريديناليس اللي تسبب مرض الرصد الأصداء، والأستلاجيناليس اللي هو يسبب أمراض التفحم. هاتين الرتبتين تضمان ما يقارب 225 جنس و 6200 نوع. يمكن التمييز بينهم حسب الصفات التالية. في مجموعة الأصداء تكون الفطريات المكونة للأصداء والمسبب لمرض الأصداء، تتكون فيها ثمار السبورات الفازيدية على ذنيبات، وغالبا هذه تطلق بقوة، يعني تحمل السبورات في مجموعة اللي تسبب أو الفطريات المسببة لعموم الأصداء أمراض الأصداء تحمل على ذنيبات، وغالبا تطلق هذه السبورات بقوة من على هذه الاسترجمة، في حين مجاميع اللي تكون الفطريات المكونة لأمراض التفحم تكون سبوراتها الفازيدية جالسة وغالبا لا تنطلق بقوة. رتبة اليوريديناليس إذا تناولناها فطريات الأصداء بصورة مختصرة، حيث تضم 130 جنس وما يقرب 4000 نوع مختلف. على العموم جميعها أحادية التطفل، أي لا يمكن تنميتها على بيئات صناعية، فقط تعيش على عوائلها النباتية إلا في حالات نادرة جدا مثل حالات الفوكسينيا جرامينس، لأن هذه الفطريات هي فطريات متطفلة إجبارية، ونعرف إحنا الفطريات المتطفلة إجبارية لا يمكن تنميتها على الأوساط الصناعية أو الأوساط الطبيعية مختبريا. سميت هذه المجموعة فطريات الصدى بسبب أطوارها السبورية وما تكون من مظهر على سوق وأوراق عوائلها، اللي هو يشبه صدى الحديد الناتج عن وجود البثرات، ما تكون من بثرات يكون ألوانها تشبه ألوان الصدى. يعود لون الفطر والجراثيم الصفراء
إلى وجود قطرات دهنية توجد داخل الفطر والسبور اللي تعطيها هذا اللون الأصفر اللي يشبه لون الصدى أو الزنجار. على العموم هاي الفطريات تتصم بعدم تكوين ثمار فازيدية، والمايسيليوم المكون فيها يكون من نوع البرومايسيليوم. عموما يتكون من انبات السبور التيلي كما سبق ان ذكرنا سابقا. الغزل الفطري يتكون من خيوط فطرية متفرعة تنمو غالبا في المسافات البينية لأنسجة النبات العائل، ونادر جدا ان ترسل ممصاتها الى داخل الخلايا لامتصاص احتياجاتها الفطرية الغذائية. اذا هذه المجموعة لا تكون بالاغلب لا تكون ممصات، وانما تنمو انترسيلولار اي ما بين الخلايا. تتميز ايضا فطريات الصدى بظاهرة فسلجية مهمة جدا اللي هي التخصص الفسيولوجي، اي ان الفطر المعين يختص بإصابة أصناف معينة من النباتات دون غيرها، ويتميز أيضا بتعقيد دورة حياة هذا الفطر وكثرة أطواره جرثومية أو السبورية، بما معنى أن الفوكسينيا جرامينس تريتسي هو يصيب الحنطة في حين ولا يصيب القمح الشعير، في حين الفوكسينيا جرامينس هوريدي بالعكس يصيب الشعير ولا يصيب الحنطة. هذا اللي نقصد به التخصص والتميز بالإصابة. غالبا نجد في دورة حياة هذه الفطريات 5 أطوار سبورية مختلفة تتعاقب بانتظام. لو نأتي إلى تقسيم الأطوار حقيقة، فيعتمد تقسيم رتبة الأصداء إلى عوائل على أساس الصفات التالية: أولا شكل وتركيب الجرثومة التيليكية، أي هل تكون أحادية أو عديدة الخلايا وهكذا. ثانيا طريقة حمل هذه السبورات التيليكية على حاملها، أما إذا كانت معنقة أو غير معنقة، سسايل، جالسة وهكذا. ولذلك وفقا لهذه الصفات ممكن نقسم هذه الرتبة إلى 3 عوائل مهمة جدا، أهمها هي عائلة الفوكسينيسي. الجنس الممثل لهذه المجموعة هو الفطر فوكسينيا جرامينس تريتسي، وهو مرض يصيب السيقان ويسبب ما يسمى بصدأ الساق الأسود بلاك ستيم راست، وهو من الأمراض المهمة على محاصيل الحبوب. فضلا عن ذلك توصف دورة حياته بأنها طويل دورة الحياة، أي أن دورة حياته مؤلفة من 5 أطوار، ولذلك تعد من دورات الحياة الطويلة. إضافة إلى ما ذكرنا، هذا الفطر يمتاز بأنه ثنائي العائل، أي أنه يحتاج إلى عائلين ليكمل دورة حياته. إذ يتكون الطور التيلي واليوريدي على الحنطة وهو رئيسي، والثانوي هو نبات البربري اللي يتكون عليه الطور الإيشي والفكني، أما الطور الفازيدي فيكون انتقالي. تكون 5 أطوار أي 5 أنواع من السبورات في هذه المجموعة من الفطريات، وحسب التسلسل الآتي: أليف، الطور الفكني، ولذلك هاي نطلق عليها دورة حياة طويلة الدورة الحياة هذه الفطريات. الطور الأول هو الطور الفكني، الفكنيو سبورز أو ما يسمى بالفكنيال ستيجز. في هذا الطور تتكون سبورات فكنية، عموما هذه تكون أحادية المجموعة الكروموسومية. يليها الطور الإيشي، هاي راح نتكلم عنها بصورة مفصلة أكثر عندما
نستعرض دورة الحياة أو الرسم التخطيطي لدورة الحياة. أنا أستعرض لكم أول مرة هذه الأطوار ومن ثم نشاهدها في دورة الحياة. الطور الثاني هو الطور الإيشي، الإيشيو سبورز أو الإيشيل ستيج. في هذا الطور حقيقة تتكون السبورات الإيشية وتكون ثنائية المجموعة الكروموسومية، يعني N زائد N. الطور الآخر اللي هو الطور اليوريدي، اليوريديال ستيج، اللي هو يعطيني اليوريديو سبورز. في هذا الطور تتكون السبورات اليوريدية وأيضا تكون ثنائية المجموعة أو الكروموسومية، أو عفوا ثنائية الأنوية. الطور التيلي، التيليوسبور أو التيليال ستيج، في هذا الطور تتكون السبورات التيليكية وتكون ثنائية المجموعة الكروموسومية. الطور البازيدي، بهذا الطور تتكون سبورات بازيدية وتكون أحادية المجموعة الكروموسومية الـ 1N. إذا استعرضنا دورة الحياة اللي تكلمنا عنها حتى نستعرض الأدوار والأطوار اللي مرت علينا، نلاحظ أنه الطور التيلي اللي هو هذا يتكون في نهاية موسم، أنه بالمناسبة هذه هي فطريات إجبارية التطفل، أي أنها تستمر في دورة حياتها ولا تقتل عوائلها، وإنما تستمر في دورة حياتها بشكل متزامن مع العائل إلى نهاية موسم العائل. من يبدي العائل يموت تبدي تتغير هذه السبورات وتعطي شكل آخر من السبورات، اللي سبورات نسميها التليتية. هذه السبورات التلية ثنائية الخلية. على العموم هذه تنبت تعطيني سبورات، راح نجي عليها نشوف شلون تتكون، تعطيني السبور البازيدي اللي هو يكون ثنائي النواة بلس ماينس، ثنائي النواة اللي يحمل على البرومايسيليوم او البروبازيديوم نسميها. تنطلق هذه السبورات الفازيدية لتسقط على نبات البربر اللي هو الالترنيت هوست، العائل الثانوي البربري. في نبات البربري عندما تنبت راح تكون عندي تراكيب اللي هي التراكيب البكنيدية، ولذلك يسمى هذا الطور بالبكنيوم. هذه التراكيب البكنية شوف تتكون عليها بكنيوسبورز. غالبا هذه البكنيوسبورز نلاحظ انه تتكون في بعض المجاميع سبورات خاصة اللي هي نسميها سبيرماتيا، والتراكيب اخرى اللي هي تكون ما يسمى بالريسبتيف هايفا. لاحظنا انه احنا السبورات تكون عندنا بلس ماينس، فمجموعة اللي نرمز لها ماينس كسبيل المثال تكون لي ما يسمى بالبكنيوسبورز او تسمى سبيرماتيا، ومجموعة البلس راح تكون بكنيات خاصة تنمو عليها خيوط خاصة تعرف بالريسبتيف هايفا، الخيوط المستقبلة. تنتقل هذه المجموعة من السبيرماتيات او السبورات البكنية الى هذه الريسبتيف هايفا لتتصل بهذه الريسبتيف هايفا، ومن ثم يحدث عندي اندماج بلازمي، ثم تنتقل هذه الانوية من السبور الى داخل الخيط الفطري ويحدث عندي الترافق النووي، وتبدي تظهر عندي البرايمري مايسيليوم اللي هو ثنائي الانوية. هذه الإصابة اللي تحدث في نبات البربري، شوف على السطح العلوي راح يتكون عندي ما يسمى بالفكنيات اللي تكلمنا عنها، يبدي يتطور هذا المايسيليا فيما بين الخلايا تغذية ونمو، ومن ثم يبدأ يكون تراكيب خاصة أخرى اللي هي كوبية الشكل بشكل مقلوب من السطح السفلي لورقة البربري اللي هي الإيشيا نسميها، اللي هي تراكيب الكوبية اللي هي تعرف بالإيشيات أو الإيشيوم. هذه تتكون في داخلها سلاسل من السبورات اللي هي سبورات الإيشية نسميها أو سبورات الكأسية، اللي أيضا تتكون من أو تكون حاوية على نواتين، لازلنا
في ضمن الطور الثنائي النواة بالدايكاريون. هذه السبورات اللي نسميها اس سبورز هي اللي تكون لها القابلية او القدرة على اصابة الجراسز هوست اللي هي النباتات العشبية اللي مثل الجرامينيسيوس اللي هي او مجموعة الجراميني اللي الحنطة والشعير وغيرها. بعد اصابتها لهذه الاوراق تبدأ تتطور هذه الاصابة لتكون تركيب خاص تحت الكيوتيكل تنمو بشكل وسادة فطرية، تنمو من خلالها شكل خاص من السبورات المشوكة الخشنة السطح تحوي نواتين تعرف هذه السبورات بالسبورات اليوريدية اليوريدينيو سبورز، وغالبا هاي بعد نموها راح تشقق أسطح هذه الطبقة الكايتينية ومشكلة بثرات. هذه البثرات هي اللي تكون ألوانها بلون الصدى، ولذلك تنسب إلها هذه المجموعة بأمراض الأصداء. هذا الطور يعتبر من أخطر الأطوار في دورة حياة هذه الفطريات، بسبب أنه هذه السبورات لها المقدرة على إعادة إحداث الإصابة في النباتات المجاورة طول مدة موسم نمو هذه المحاصيل، ولذلك هذا أحيانا يعرف بالريبيتينج ستيج. ولذلك يعد من أخطر الأنواع لأنه بإمكانه إحداث الإصابة بصورة مستمرة طالما النباتات موجودة والظروف الطبيعية ملائمة لهذه المجموعة أو لهذه السبورات الإنبات. لاحظ طلبة الأعزاء أنه في نهاية الموسم هذه النباتات ما تبدأ بعملية أو تبدأ بالنهاية بموت النبات لانتهاء موسمه، تبدأ نفس هذه البثرات بدلا من أن تنتج يوريدينيو سبورز راح تنتج لي نوع آخر من السبورات غالبا تكون مثخنة أنواعها ألوانها تكون معتمة بلون بني غامق مائل إلى السواد، معتمة مكونة من خليتين. لاحظ احنا كل السبورات اللي مرت علينا هي خلية واحدة، لأن هذه السبورات تكون مكونة من خليتين، كل خلية تحوي على نواتين ثنائية النواة. لاحظ لازلنا احنا ضمن مجموعة التطور الأحادي المجموعة الكروموسومية، حدث عندنا البلازموغامي، شوف بدأت الدورة الحياة الجنسية، حدث عندنا البلازموغامي وتطور هذا البلازموغامي ضمن هذه الأطوار اللي مرت علينا، ولازلنا ضمن تركيب الاقتران أو عفوا الدايكاريون الترافق النووي. وفي هذا الطور اللي هو طور التيليوسبورز سبورات التيليتية سوف يحدث الاندماج النووي، فتكون هذه المجموعة أو هذا الطور هو ثنائي المجموعة الكروموسومية اللي راح ينبت عن البروميسيليام. كل خلية من هذه الخلايا تنبت لتكون خيط نسميه المايسيليوم الأولي أو نسميه البروبازيديا اللي تتكون عليها أربع سبورات في طرز وراثية مختلفة اللي هي كل واحد من عندها يعرف بسبور بازيدي. هذا السبور البازيدي كل واحد من عنده هو ثنائي النواة، يبدي هذا السبور البازيدي ينفصل عن هذه البروميسيليوم ليذهب عن سقوطه على نبات البربري، يذهب لإعادة دورة الحياة مرة ثانية ليحدث الإصابة. هذه هي دورة حياة الفطر فوكسينيا جرامينس. طيب النوع الآخر اللي هي رتبة الفطريات التفحم اللي هي السمات فنجاي او ما يسمى ايضا برتبة الاستلاجيناليس. على العموم هذه الفطريات تضم ما يقارب 1100 نوع مختلف، وهذه
أكثر أنواع الفطريات البازيدية حقيقة بدائية. بعض أنواع الفطريات تسبب أمراض لهذه المجموعة، تسبب أمراض مثل الاستريجو افيني اللي يسبب الفحم التفحم السائب في الشوفان، نعطيكم أنا أمثلة، استريجو نودا اللي يسبب التفحم السائب في الشعير، وهكذا بقية الأنواع اللي هو آخر شيء التليشيا كاريس اللي يسبب التفحم المغطى أو النتن في القمح، في القمح. تقسم فطريات التفحم أو رتبة الأستلاجيناليس إلى ما يقرب إلى 850 نوع، تتوزع على عائلتين اللي هما أستلاجينيسي والعائلة الثانية اللي هي تليشياسي. هذا التوزيع حقيقة اعتمدوه الباحثين بسببين، يعني السبب الأول أو الأساس الأول هو طريقة إنبات السبورات التليتية وتركيب الحوامل البازيدية اللي موجودة عليها، والثاني هو شكل وتركيب الجراثيم التليتية، يعني أما أن تكون مفردة هذه السبورات التليتية أو تكون في أزواج متجمعة في كرات جرثومية مثل ما موجود في بعض أنواع الفطريات، وهذه الصورة المجاورة لها، أي تكون كرة جرثومية وسبورية كلها خصبة أو تتميز مكوناتها إلى جراثيم تليتية وخلايا عقيمة. لاحظ أنه كل هذه السبورات هي عبارة عن، أو السبورات التليتية هي عبارة عن خلايا متجمعة مع بعض، حقيقة كل هذه الخلايا هي عقيمة ما عدا الخلية الوسطية اللي هي خلية تكون خصيبة. وإضافة إلى طريقة تكوين وسلوك كل مجموعة أو سبور من هذه السبورات البازيدية، إن هناك العديد من الصفات اللي تختلف بها فطريات التفحم عن فطريات الأصداء، أجملت لكم إياها في جدول مبسط يستعرض هذه الصفات والفروق. ففي فطريات التفحم لاحظ أنها تكون متطفلة ولكنها على عكس فطريات الأصداء غير إجبارية، ليست إجبارية، يعني بالإمكان أنه نزرعها بشكل طبيعي أو صناعي في المختبر، على عكس فطريات الأصداء اللي تكون إجبارية كما ذكرنا، إجبارية التطفل ولا يمكن زراعتها أو تنميتها على البيئات الصناعية إلا ما ندر. جميع فطريات التفحم هي أحادية العائل أوتيشياس نسميها أوتيشياس، على عكس فطريات الصدأ مثل ما لاحظنا أنه هناك عائلين، يعني عائل بديل وعائل أصلي اللي هو عائل الحنطة والباربري، وهاي ما نسميها بالهيتيرياشياس. في هذه المجموعة من الفطريات توجد ما يسمى بالروابط الكلابية، هنا خطأ في